تفاصيل معينة بذاتها سبق ووقعت في سوريا، تزحف لتحدث في بلاد مجاورة بأدق تفاصيلها تتكرر، إلا أن طريقة التعامل الإعلامي معها محال أن تتشابه ولو بأصغر مفرداتها، فترى بعض محطات الأخبار العربية تتعامل معها من وجهة نظر الحاكم في تلك البلاد، فيما تعيد الذاكرة أن ذات المحطات تعاملت بشكل معاكس تماماً مع ذات التفاصيل عندما حدثت في سوريا. كثيراً ما استعانت محطات الأخبار العربية بالخبراء النفسيين والمحللين السياسيين وخبراء علوم الفراسة وتحليل الشخصيات وخطابات الحكام والقادة، وغالباً ما كانت الاستعانة عقب خطابات للرئيس بشار الأسد. أول شيء كان أكثر شيء واضح جدا، كانت هناك غضب وكان هناك عبث كثير جدا في تعبير لغة جسده. التقارير الإخبارية كانت تهتم بعدد مرات التصفيق من قبل الحضور، بما قد يفوق الاهتمام بمضمون الخطاب، ولو كان التصفيق الأول للحضور جاء بعد 50 دقيقة من بداية الكلام. لكنهم لم يترددوا في الإقدام على مثل هذا الفعل حين تحدث الأسد بعد مرور 50 دقيقة عن دوره كرئيس، ثم حين أشاد بدور الجيش في التصدي للأزمة. ذهبت أيام وجاءت أخرى، خرجت مظاهرات حاشدة في تركيا استمرت أياما، يظلم من خرجوا فيها إن قدرت أعدادهم بالآلاف فقط، كما حدث على بعض محطات الأخبار العربية. وبدأ ميدان تقسيم مع حلول المساء خاليا إلا من بعض المارة، حيث شهد طوال اليوم تجمع آلاف المتظاهرين من قوى المعارضة في البلاد. خطب رئيس الحكومة الذي خرجت المظاهرات بهدف إسقاطه، وقاطع كلامه تصفيق للحضور وصفير، وهتاف وتمجيد وتهليل وتعظيم. Ama 180 kilometreden dağları delerek İstanbul'a su getirdi. Şimdi Allah aşkına soruyorum. Bunlar mı çevreci, Tayyip Erdoğan ve ekibi mi çevreci? لم تجد أي من محطات الأخبار العربية داعياً لإعداد تقارير إخبارية تحصي عدد مرات التصفيق ومدة الهتاف، غضب رئيس الحكومة ولغة جسده. طيب، خطابات أردوغان أثناء تظاهر هذه الأعداد لم يتوفر فيها ما يجعل ذات المحطات ترى أن هناك حاجة لاستشارة أطباء نفسيين، فلم يجدوا في وصفه لعشرات الآلاف بأنهم مخربون وأنهم وضيعون، وقوله بأنهم مجموعة أشقياء ولصوص. لقد حرقوا ودمروا، هذا هو ما تعنيه كلمة مخرب. دمروا محال مدنيين، دمروا سيارات مدنيين، إنهم وضيعون بما فيه الكفاية لسب رئيس وزراء هذه البلاد. لم تجد تلك المحطات أيضا أن وصفه لصور الأتراك الذين ملأوا الساحات والشوارع بأنها مجرد أكاذيب تتآمر ببثها الأجهزة الإعلامية، متهماً إياها بالتآمر عليه وكيد المكائد له. الإعلام الدولي اخفوا هذه الصورة، أليس كذلك؟ بي بي سي اخفي هذه الصورة، لا تصورها. سي إن إن، وكالة رويترز، أنت أيضا. منذ أيام وأنتم تنشرون الأكاذيب وصورتم تركيا بشكل مختلف. أنتم
كنتم تنشرون الأكاذيب. هذه الأمة وهذا الشعب ليس الذي صورتوه وسوقتوه إلى العالم. لم يذكر أردوغان أن هناك محطات عربية كانت تنقل الحشد على الهواء مباشرة، مسمية إياه بالمهرجان وواصفة الأعداد بحقيقتها هذه المرة، فهي كانت كبيرة فعلا. ننتقل الآن لمتابعة وقائع مهرجان جديد لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مهرجان جماهيري حاشد جدا طبعا. ذات الرجل لم يكن يعتبر عدم وجود الاهتمام الإعلامي بحشود في المدن السورية لم تقل عند خروجها عمن تجمعوا حوله إن لم تزد، واكتفى بانتقاد من يضربون على الطناجر والأواني في تركيا على أنهم رعاع لا حضاريون. هذه الأمة ليست الأمة أو الشعب الذي يقرع الأواني المنزلية. اليوم هناك الامتحانات الجامعية. الذين قرعوا الطناجر والأدوات المطبخية. لم يذكر في خطابه أن ما كان يصفه بالحراك المظلوم الذي يجب تسليحه في سوريا كانت طناجره أكثر وأوفر، ولم يعلل كيف ينتقد طارقي الطناجر في تركيا ثم يمجدهم في سوريا ويطالب بتسليحهم. بعض محطات الأخبار العربية اعتمدت مبدأ أردوغان في التعامل مع ما حدث في تركيا بأن قال: شو ما جرى طنجرة.